بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. الحمد لله. سلام. أوكي. Lektion 2. Ich komme, du kommst. Konjugation Präsens. طبعا الكومن يعني يأتي، أنا آتي وأنت تأتي. كونيوغاتيون التصريف، بريزنس المضارع. فلدينا ich komme، أوكي الفأل موجودة، du kommst، فلدينا إيه، علينا ST، kommt، T، kommen Sie، EN، wir kommen، كمان الـ EN، وال kommt ihr، يأخذ الـ T، Sie kommen und kommen Sie. طبعا هنا مرتب A S T ال A Z S لديه ال T مثل ال E، وال V وال Z لديه ال A N. طبعا يوجد حالات استثنائية زي ال arbeiten، فبما أن في T في الأخير أنا. لو أحد يستطيع أن يساعد الأستاذ محمود يكون جيد. arbeite، فإيش arbeite، du arbeitest، فنضيف إي كمان، arbeitet، arbeiten und arbeitet. لا، هو مش موضوع اللي يخرج ويدخل، الموضوع إنه لازم يدخل على المايك. خلاص خرج. arbeitet، arbeiten. هل heißen نفس الشيء؟ بما أن لدينا S فسيتغير، ich heiße، du heißt، فدوبل S يصبح واحدة. sie es heißt، wir heißen، ihr heißt، sie heißen. طبعا أرجو أنكم حليتم أو حاولتم أن تحلوا الأسئلة. أحد لديه سؤال الآن؟ Okay, dann fangen wir an. Aufgabe 1. Kleine Dialoge. حوارات صغيرة. Ergänzen Sie die Endungen. أكمل الأواخر، أواخر الكلمة. فلدينا معك. لازم ننظر الآن من الدور. أستاذ عبد الله. Woher? Okay. Woher kommst du? Genau. نحاول أن نقول كومست، كومست، كوم كومست، لأن غالبا كومست عندما إن بسبب الام والاس نقول كومست وهي خطأ، هي تمام، كومست، كومست اخلي الام ساكنه يعني كوم. بالضبط. زي كلمة ملح، أنا كان لي مشكلة لما تعلمت اللغة العربية مع كلمة ملح، فكنت أقول ملح خمس دقائق 10 دقائق في المحل، والأستاذ لا يفهمني وأنا لا أعرف أين الملح. فكومست، وها كومستو، من أين تأتي؟ أستاذنا محمد أليس إيش؟ المايك مالنا. طيب مش موجود. أستاذ عمود. Alice is coming aus Brasilien. Genau. Ich komme aus Brasilien. أنا أحط إيه؟ Brasilien يعني برازيليا. Das ist mein Freund. هذا صديقي. أستاذ عبد الله. كومت aus Russland. Super. هو يأتي من روسيا. عبد الله، لا أقصد محمد، أنت معنا؟ لسه. طيب عندما تأتي أعطني إشارة. أستاذ عمود معك، ماذا يقول؟ بس تفضل. أو معلش. مش أنا؟ تمام 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 أيوة معي. وصلنا إلى الماء.
طيب أنت بعد الأستاذ عهود إن شاء الله. تفضلي. Und wo wohnt ihr? Genau. Und wo wohnt ihr? أين تسكنون؟ محمد أليس يوري. في wohin? Wir wohnen ganz in der Nähe. نسكن قريب جدا. أستاذ عبد الله، wo? Wo arbeitest du? نحمل مرة أخرى. Wo arbeitest du? تمام. Wo arbeitest du? Frau Rahmut, Mark. Ich arbeite bei der Post. تمام. Ich arbeite bei der Post. أنا أعمل في البريد. محمد، Frau Schröder. Guten Tag, wie heißen Sie? Genau. فأسهل طريقة حتى لا نصرف الكلمة أو الفعل أنه نستخدم الزي. فيبقى دائما على الانفينيتي في المصدر حيثاً كومن شرايبن وزو ويتر. هير عبد الله، هير زاتو. اوكي او عهود تمام معقول معلش كان معايا حد. اوكي اتفضل. تمام جوتن تاج ولا اللي بعدها؟ التي بعدها دي نيكست. تمام اوكي. ايش هايسا زاتون؟ زبا. انا اسمي زاتو. او عهود او شرودر. Woher kommen Sie? Genau. Woher kommen Sie? من أين تأتون أو تأتي حضرتك؟ Herr Abdullah, Herr Zato, was sagt er? Ich komme aus Japan und tamam. Ich komme aus Japan. Japan. لازم نقول Japan. Japan. Ich komme aus Japan. Japan. Okay. Mohammed und meine? Meine Frau kommen aus. Kommen? طيب انت غلقت المايك هكذا. Und meine Frau kommt. لانه sie kommt. التصريف التالي. Meine Frau kommt aus den USA. هي تأتي من الولاية المتحدة. Frau Ahmut, die letzte. Wir wohnen jetzt in Berlin. Genau. Wir wohnen jetzt in Berlin. Okay. Jetzt hier Nummer zwei. طبعا الذي لديه سؤال ممكن يسأل. وحضرتك لما احنا نقول الإجابة صح، حضرتك بتقول جينو؟ جينو، كوريكت، جينو، زوبا. جينو يعني أنا بس. طيب ممكن حضرتك تكتبها بس الشير؟ أوكي. ممكن تحولون مثلا أنتم يعني أن تكتبوها وأنا أقول لكم صح ولا لا. هكذا تتعلمون أيضا الكتابة. جينو. اوكي. انظر الان في الشات. اوكي. Jetzt Aufgabe 2. Wir sind bei Herr Abdullah. لدينا الان ضمائر، wir haben Pronomen und Sätze. فلازم نربطها. Kombinieren. Was passt zusammen? ماذا يناسب؟ Kombinieren Sie. ركب. فايش؟ Ich arbeite in Deutschland. Ich arbeite in Deutschland, super. Frau Rahmut, du? Du arbeitest in Frankfurt. Super. Ja, Herr Mohammed?
heißt Schmidt. Genau, er heißt Schmidt. Wir, Herr Abdullah. Ja. نعم. يعني إيش ميت؟ هذا اسم. Er heißt Schmidt. يعني اسمه Schmidt. أوه. Okay. تمام. Wir wohnen in Berlin. Wir wohnen in Berlin. Genau. Super. Was kommt in Berlin? الآن أستاذ عمود. Sie. زي بونا ان برلين يعني في حاجات كتير تنفع زي كومن او ايطاليان مثلا تمام زي كومن او ايطاليان مش كثيره يعني هي اثنين فقط فالفيا والزي ممكن يعني نعكسها نقول في بونا ان برلين ولا في كومن او ايطاليان زي بونا ان برلين زي كومن او ايطاليان Okay, jetzt ist das Mohammed hier. In dem Jahr ist auch hier. Okay. Ihr wohnt im Hotel. Eine Entung des Konunfilmfunde. So, jetzt Aufgabe 3a. Ergänzen Sie die Endungen. لدينا ثلاث أو أربعة تي 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 إن والباقي تي فراو عهود في هايس تي في هايس استي استي في هايس أدو اي استي استي اي استي يعني في هايس أدو اي لا لا تي معلش لا هي دي تنين اس Wie heißt du? Okay. Manahu, was heißt das? In Mazat Sam. Ist das? Auch mehr Smoker. Genau. Al-An Ustas Abdullah. Kommt er mit ins Kino? Kommt ihr mit ins Kino? Genau, richtig. Manahu, was heißt das? طيب سأترجم أنا أيضا هل تأتون معنا إلى السينما؟ أوكي أستاذ محمد أفضل بدغاية لازم نضيف طيب هو خرج أيضا Frau Tan kommt heute الأستاذة والسيدة تأتي اليوم. أو عهود. كومت. تي. تمام هذه قلتها. الآن التي بعدها. اي ام. تمام. جيت زي تم في الفاتح. اوكي. هي زي دي. أنا مش معلش أنا شغال على اللابتوب وشغال على الموبايل وبعدين الكتاب بجنب فلم أركز. جيهن زي زوم فلوكهافن كانت صحيحة. جيهن زي زوم فلوكهافن. أستاذ عبد الله. Warum? Warum antwortest du nicht? Genau. معناه؟ يعني لماذا لم ترد؟ تمام أو لا ترد تانس تمام تانس دو جانا هل تحب الرقص الآن يتست آ أو عمود استي بس ما فيش استي تبقى أي استي زي كان دين ساتس ليزن اقرأ الجملة يا معلش تاني كده تمام يعني ممكن تقرأ الجملة كاملة يا أبا
هي رقم كام بس عشان انا شكلي بوصل في حتة تانية. أنا قرأت الفيلم تمام، انا فكنت بوصل أقول في حتة كان تانية. المهم يعني الآن يا ابا ماين فريند تنس حتتي تنزت تمام تانس نيكست لايدا نشت معناها لايدا نيكست. بس هايست داس نعم، لكن صديقي تنز دي الكلمة دي معناها ايه؟ يرقص واللي بعدها لايدا لايدا للأسف للأسف لا يرقص. فللأسف لا يرقص بعدين ب إيش هايس ألكسندر سي أستاذ عبد الله ايش بي اش تي ديش نشت نحط بس هايست داس ايه نعم بس هايست داس معناه انا لما افهم انا لم افهمك انا تمام لم افهمك ايش او بي اش لا تي يعني افهم. لا افهم تمام فقاو عمود ناين لا نشت Nein, leider nicht. Ich arbeite heute bis 8 und ممكن Sie können weiterlesen. Und Jana Besuch. أكمل يعني إيش؟ Ja, bitte, ja. Jana ihre Eltern besuchen ولا Besucht. besucht. أنا اللي لخبطني إلترن عشان فكرت ممكن تكون جامعة، بس إحنا بنتكلم مع إيغا بيسوخت. أكمل Okay, برضو besucht Ihre Eltern vielleicht morgen? Das vielleicht. macht Herr Abdullah. Können Sie den Satz übersetzen? ممكن تترجموا الجملة übersetzen. اللي هو من أول اللي هي نمرة دي. Frau Umhut, können Sie die übersetzen? الجملة بتاعتي ولا الجملة اللي عليها دور؟ بتاعكم. Nein, leider nicht. Ich arbeite heute bis 8 und Jana besucht ihre Eltern. Vielleicht morgen. تمام. لا للأسف. أنا أعمل الآن حتى الثامنة، ويانا سوف تزور والدي. بلاشت يعني ايه؟ بلاشت Vielleicht, ربما. بلاشت ممكن ربما صباح غدا او تمام غدا يوجد morgen يوجد فرق بين morgen الصباح وmorgen الغد ممكن الغدا انا يكون صغير او الحرف يكون صغير أما لو كان morgen الصباحي فيكون كبير vielleicht am morgen ولازم يكون فيه حرف جر am morgen في الصباح تمام اوكي. okay. Herr Abdullah, إيه können Sie bitte lesen? Ja, die kommen um 19 Uhr an. Yani, Dann? dann tamam, dann bringe ich sie zum Hotel. Was heißt das? نعم Was heißt das? معناه إيه؟ تمام نعم هي طب ثانية طيب سأترجم أنا يا زي كومت أم 19 أور أن هي تصل في الساعة السابعة طبعا في ألمانيا نستخدم دائما بعد الثانية عشر ظهرا الدغايتسين 14 15 وهكذا لو قلنا السبعة سيفهمون في الصباح dann bringe ich sie zum Hotel بعد ذلك أحضرهم إلى الفندق اوكي
Jetzt Aufgabe 4. Im Deutschkurs ergänzen Sie die Endungen. في كورس الألماني أكملوا أو أضيفوا الأواخر الكلمة. كل واحد سطر أحسن. Frau Angut, können Sie bitte lesen? Okay. Maria kommt aus Spanien. Spanien. Pedro, Spanien. Pedro und Angelo kommen. Kommen. Also Sie? Sie kommen. صح؟ هما الاثنين تمام فزي كومن كومن اوس زودان لا لا ثواني ده بلدي صح ده بلد او يعني ليس بلد او سويد امريكا قاره قاره امريكا الجنوبيه تمام ماريا بيترو اوند انجي انجيلا انجلو ولا انجلو ليرن تمام لانن تزامن دويتش دويتش genau فماريا كومت اوس اسبانيا هي تاتي من اسبانيا بيدرو و انجلو كومن اوس سويد امريكا ياتون من امريكا الجنوبيه ماريا بيدرو و انجلو ولا انجلو lernen zusammen Deutsch, يتعلمون مع بعض الألمانية. Herr Abdullah, können Sie den nächsten Satz lesen? Bedro schreibt gerne, schreibt gerne. Maria hört gerne Idee und Angelo lernt gerne Grammatik. Super. Können Sie übersetzen? Bedro بيكتب كويس وماريا تسمع كويس أنجيلو بيتعلم القواعد كويس أو القواعد قواعد النحو. تمام أو بحب يعني برغبة. بسرور تمام أو بحب. طبعا الجان ممكن نقول جان كمان يعني ممكن نحذف الإيه. المعلومة فقط. تمام. أوكي. Frau Umhut. Nächste Zeile. هو السطر اسمه Zeile. اسمه إيه؟ Zeile. 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 Z-E-I-L. أوكي. ماريا. تنزلت. ثلاثة أند أنجيلا أند بيدرو ليزن لدينا قبلها زي من بداية السطر ماريا تنزنت هذا أواخر آخر السطر تمام لكن لازم نبدأ من البداية هنا زي ما هو في هنا نقطة عشان كده ما يتصل آخر الجملة هو الأستاذ عبد الله قرأ إلى هنا لا لسه نحن وصلنا إلى الجان جراماتيك والآن السطر الثالث من بداية السطر الثالث معلش كاين بروبليم زي ماخن زوزامن هاوس أوف جابن أندن جيهن زي أندسكو ماريا تانزو Ja. Maria Tanzend und Angela und Pedro reden und trinken eine Cola. Sie tanzen leider nicht gerne. Schade. Tamam. Hier خطأ واحد فقط. هو Sie machen zusammen Hausaufgaben, können Sie hier und dann gehen Sie in die Kino, ins oder ja in die Disco, in die Disco. يعملون مع بعض الوظيفة. ويذهبون بعد ذلك للديسكو ماريا تانست كانني سمعت تانسن فهي ماريا تانست هي ترقص و انجلو
und Pedro reden und trinken eine Cola. الاثنين يتكلمون ويشربون الكولا. Sie tanzt leider nicht gerne. Schade. هي لا تحب الرقص للأسف. Schade للأسف. Okay. الآن jetzt Aufgabe 5. Eine E-Mail ergänzen Sie die Änderungen. Liebe Clara. Herr Abdullah, können Sie bitte lesen? Liebe Clara, danke für deine Einladung zum Wochenende nach Hamburg. Ich komme gerne. Tamam. Danke für deine Einladung. Tamam. Danke für deine Einladung. Shukran li da'watika zum Wochenende nach Hamburg. لنهاية الأسبوع في Hamburg. Ich komme gerne. Ati bihob. Frau Mahmoud, ich möchte. Ich möchte deinen Freund Andrea kennenlernen. André. André. أريد أن أتعرف على صديقك. André. Kennenlernen. Kennenlernen. هي تعرف. على بعضها يعني. بعضها. تمام. Woher kommst du in? Woher? هي ليست kommst، هي شيء آخر. مش دي كانت معلش. صح؟ تمام. Woher kennst du ihn؟ من أين تعرفه؟ تمام. Woher؟ ممكن يعني ممكن تكملوا الثلاثة أسئلة؟ تمام. Woher okay. Kommt ihr? من أين يأتي؟ Arbeitet. نحط أتي. تمام. Arbeitet. Ihr schon. Arbeitet. Ihr schon. Oder studiert. Studiert. بالضبط. Genau. Er noch? كان يعمل أو يدرس. الآن نترك المجال للأستاذ عبد الله. Sind Sie da? طيب. كان ستيفان auch nach Hamburg mitkommen؟ هل يستطيع أن يأتي ستيفان إلى هامبورغ معنا؟ ستيفان ist auch in meinem Kurs. هو أيضا في الكورس بتاعي und lernt Deutsch. هو يتعلم الألمانية. Frau Mahmoud, können Sie bitte lesen? Ich kenne ihn jetzt seit 4 Wochen und wir machen fast alles zusammen. أنا ممكن أكمل لوحدي يعني. هي لكن طيب أترجم. أنا أعرفه منذ 4 أسابيع ونفعل تقريبا كل شيء مع بعض. أنا ممكن أترجم برضو عادي، أنا بحتاج الموضوع ده جدا. طيب أنا معاكم يعني معايا مكالمة. طيب أستاذ عبد الله ممكن تكون على حضرتك والله يا أستاذ عبد الله وحضرتك ما ردتش. أنا عارف، انا بقول يعني انا رجعت ما فيش مشكله يعني. تمام ماشي. طب اتفضل اكمل ولا ايه؟ ولا بالظبط ممكن تكمله فيا. تمام. دي تنزن جينا und gehen gerne aus. هي تنزن دوخ Bestimmt auch gerne. Ich kenne dich doch. Ich أكمل ولا بغيت فين بس؟ طيب ممكن تكملوا الآخر وبعدين نأخذ الأستاذ محمود الفرصة في الآخر. تمام. أكمل ولا؟
عشان الوقت أنا سأترجم كل شيء الآن وبعد ذلك ندخل في التدريب السادس. Wir tanzen gerne. Wir tanzen gerne. نرقص بحب يعني نحب الرقص und gehen gerne aus ونحب الخروج. فausgehen غير الgehen. gehen يذهب ausgehen ذهب للخروج للسينما أو للديسكو أو لأي كان. Ihr tanzt. Doch bestimmt auch gerne. يعني أنتم أيضا أكيد. Bestimmt يعني أكيد. متأكد. تحبون أيضا الرقص. طبعا الدوخ من التأكيدات هذا تأخذونه في البيت سبعين. Ich kenne dich doch. أنا أعرفك. Ich freue mich schon. أنا سعيد من الآن. فالشون مثل already. والعكس هو الإرست. فالأشياء التي لم تحدث بعد نستخدم فيها إرست. يعني نسأل مثلا نتصل بأحد ونقول أين أنت؟ فيقول ich bin erst in الحي الثامن. يعني أنا لسه وصلت للحي الثامن وسأوصل بعد 10 دقائق مثلا. فأستخدم الإرست. طيب أنا وصلت يعني أنا مثلا سألته أين أنت؟ فيقول ich bin erst in الحي الثامن. وأقول ich bin schon da يعني أنا already وصلت. تمام؟ بعدين wir haben bestimmt viel Spaß zusammen. نحن أكيد لدينا كثير من المرح مع بعض. Liebe Grüße خالص التحية auch an André وأيضا لي André. Deine Katharina. هي bestimmt لوحدها يعني. أكيد. آخر تدريب نمرة 6 من أرباتستاك يومي العملي أجنسن زي بي أنه أكمل الأواخر الكلمات أو عمود كان زي بتليزا إش كومي مايستنس جيجن أخت و بيرو وند شلت برضو ولا ايه؟ شلت شلت انا اقصد النهاية تبقى ايه؟ تمام ايه فقط؟ اغست اينمال دين ايه كمبيوتر ولا هتتقل ازاي؟ كمبيوتر يا اين كده صدق ايش كومي مايستن انا غالبا اتي جيجن يعني تقريبا في الأخت الثامنة إنس بيرو إلى المكتبة. und schalte ein فالكلمة الفعل يعني ein schalte. فلدينا كلمات أو أفعال غير منفصلة متصلة ولدينا أفعال متصلة ومنفصلة يعني صعب نشرح لكم يعني مثلا جيهن فعل عادي لدينا مثلا بي زوخن هو أصلا من بي هذا حرفين والزوخن فبزوخن يزور وهو متصل يعني ده نفصله ولدينا أفعال تنفصل مثل أين شايتن طبعا هذا في المنشن تقريبا في الدرس الثامن وهكذا لديكم الكلمات مثل أنكومن أنروفن فهذه تنفصل und schaltet und schalte erst einmal den Computer ein. وأفتح أولا الكمبيوتر. طبعا نستخدم الأين شالتن لأنه في شالتر في زر للفتح. فنستخدم كلمة أو الفعل أين شالتن. أوكي. Herr Abdullah, können Sie weiterlesen? المايك طيب او عمود كان زي ليزن دي غستة شتوندي است نوخ جانس روهش اش اوفنا ماين ميل بوكس
Ja. Und bent wort bent wort bent beantworten. Wie antworten. Subhanallah. Mhm. Meine E-Mails, Frau Gustav. نحاول أن حينما نقرأ حينما يوجد نقطة أن ننمي الصوت. Und beantworte meine E-Mails. فهي هنا دي erste Stunde, أول ساعة, ist noch ganz ruhig. هي مرتاحة جدا. Ruhig, هادئة. Ich öffne meine Mailbox, öffne الميلبوكس بتاعي und beantworte وأجيب meine E-Mails, الرسائل. طيب, هو الأستاذ عبد الله موجود؟ ولا لسه؟ تمام, ما هو موجود دلوقتي. اوكي, Frau Richter. Frau Richter, meine Kollegin, kommt eine halbe Stunde später. تمام, الأستاذة Frau Richter, الزميلة يعني, زميلته, أو meine زميلتي, تأتي بعد نصف ساعة متأخرا, أو بعد ذلك. زي؟ زي bringen erst ihre Kinder in die Kindergarten. طيب, هنا سؤال, الزي عائد لمن؟ أول حاجة خالص للفراو, صح؟ فراو غشتها, تمام. الجملة معناها إيه؟ هي بتاخد الأطفال توديهم حديقة الأطفال, صح؟ طيب, هي ولا أنتم؟ يعني حضرتكم؟ مش عارف. تمام. لا, حضرتكم. هي يعني الأستاذة التي تكتب هذه الأشياء تكلم الآن الفراو غشتها وتقول أنتم تحضرون أولادكم للحضانة. غير صحيح. هو زي يعني هي تحضر الأطفال أو أطفالها للحضانة. فزي برينج وليس برينجن. برينجت تي. نعم, تي. لأن إر زي إس برينج. تمام. فزي برينج إرست أولا ihre Kinder in den Kindergarten, in den Hadan. Herr Abdullah, sind Sie da? طيب, أستاذ محمود, ممكن تكمل؟ أو تمام, وصل. تفضلوا. من أول wir reden. Wir reden, ja. Wir reden ein bisschen. Telefonieren mit Kunden und schreiben E-Mails, okay. نحن نتكلم قليلا, نتصل أو نتكلم مع الزبائن, Kunden, ein Kunde, viele Kunden, und schreiben E-Mails, ونكتب رسائل. Frau Mahmoud? Mittags gehen wir zusammen mit ein paar Kollegen aus einer anderen Abteilung essen. في الغداء نذهب مع بعض الزملاء, ein paar Kollegen aus anderen Abteilung, من أقسام أخرى أو قسم آخر, للأكل. Herr Abdullah, können Sie weiterlesen? Meistens trinket wer auch noch einen Kaffee? Nochmal bitte. Meistens. Meistens trinken. Trinken wir auch noch trinken einen Kaffee? Ja, meist, wer trinken wir? Aber meistens ja. Trinken wir auch noch einen Kaffee zusammen. Zusammen. غالبا. تمام, غالبا نشرب أيضا قهوة مع بعض. Frau Mahmoud, das? Das machen? Ja, das
يعني داس زي الاير زي اس. معلش مش تمام. الداس مثل الاير زي اس، فيكون في الفعل الاخير او اخره. الداس زي ال زي الاير والاف وزي تمام مي، تقصد صح كده؟ تمام يعني فنقول داس مش بس تمام. Das macht ihn nicht هذا. Spaß, weil die Kollegen lustige Geschichten von ihrer Arbeit erzählt. صح؟ Erzählt. Sie. هم. هتاخد تي؟ Erzählt. هو الزي زي الفيا، الإيا مثل الـ زي اس. لدينا مثلا إير إرتسيت، فيا إرتسي لن، إيا أنتم معنا؟ أنا إيا إرتسيت وبعدين زي. انا فاكره الاندنج والله، يعني الاش بتاخد ايه والدو بتاخد اس تي، الزي زي احترام وزي هي، وهم زي بتاخد اي ان اي ان اقصد، والباقي بياخد تي، يعني اير بتاخد تي. ليس الهم، الأنتم، أنتم انت يأخذ التين. طب ما هي دي أما ايه؟ هنا دي كوليج، لا هو الفعل عاد دي كوليج، يعني هم يحكون لنا قصص مضحكة، فهم يحكون لنا دي كوليج erzählen. تمام. يعني احنا بنصرف على الفعل بعيد، مش على الضمير اللي جنبنا ده. لا لا، على الفاعل. تمام. تمام، فداس داس ماخت إما شباس، هذا دائما مسلي، weil die Kollegen، لأن الزملاء erzählen، يحكون lustige Geschichten von ihrer Arbeit، حكايات مضحكة من أعمالهم أو من عملهم. تمام فهمت. أوكي سوبر. هي عبد الله، den letzten Satz bitte. Manchmal frage ich sie. Arbeitet er eigentlich auch? Manchmal, أحيانا، frage ich sie, أسألهم. Arbeitet ihr, يعني هل تعملون eigentlich auch؟ في الحقيقة، eigentlich مثل في الحقيقة. هل تعملون في الحقيقة أيضا؟ أوكي، habt ihr Fragen؟ لديكم أسئلة؟ Thank you. Keine Frage. Nicht zu danken, dann bleiben wir hier stehen. Alhamdulillah.